السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الخيرات في أول فقرات البرايم وأول لحظات الرحيل اللي راح نتوجها بعد نهاية هذه المسابقة واللعبة. ستة أشخاص مثل ما أعلنهم إبراهيم المعيدي اللي راح يدخلون البرنامج ويدخلون الفقرة هذه، يشاركون في الأسئلة برصيد صفر من الآن في هذه اللعبة. شخص واحد راح يودعنا من هالبوابة الليلة، ما في أي خيار آخر بعد هذه المسابقة، بخمسة أسئلة لكل متسابق معنا في هذه اللعبة. ومثل ما أنتم عارفين بعد ما ننهي البرايم خمسة أشخاص نشوف أقل شخصين في البرايم حيدخلوا مرحلة التصويت من خلال الاتصال. مرحلة تصويت اثنين أقل شخصين في البرايم بعد المسابقة، بعد ما نسأل كل متسابق خمسة أسئلة نشوف أقل اثنين في الدرجات اللي جمعها في هالمسابقة، ناخذ اتصالات بعدها نشوف من أكثر اتصال يأخذ أن يستمر معنا في البرنامج، ومير راح يودعنا مع أمنيتنا أن الكل يبقى في البرنامج شهر ونصف. طبعا نصف التصفيات زد فرصتك وشهر من زد رصيدك. شاركوا المتسابقين بكل إبداعهم، بكل مهاراتهم وبكل لحظاتهم، وصراحة نحن استمتعنا كثير بكل لحظة عفوية عاشوها في هذه اللحظات الجميلة. لكن مثل ما انتم عارفين هذا الخيار لابد منه في كل برنامج زد رصيدك بجميع مواسمه، وهذا الموسم السادس. عندنا اول شخص يودعنا هالليلة، وفي نهاية البرنامج راح نكشف من حيفوز بجائزة البرنامج. فارس زد رصيدك بموسمه السادس ب 300 ألف ريال، والمركز الثاني 150 ألف ريال، والمركز الثالث 50 ألف ريال، وتمنياتي للجميع التوفيق. لكن اللحظة هذه لابد منها، وحنا بانتظار ستة متسابقين اللي راح يشاركونا في هالمسابقة اللي هم حبيبنا بسام المساعد، حياك الله.